صراحة نقطة إيجابية، لحقاش كان واحد التوقف، ويعني فاش كيكون التوقف راه ما كتكونش واحد التنافسية، وجينا لعبنا مع الراجل الحمد لله، تنقيطة راه في صالح ديالنا إن شاء الله باش نزيدوا إن شاء الله الترشيح ديالنا. وكنبغي نشكرهم لحقاش راه تيساندونا، وبلا بهم حنا راه ما نديرو والو في التيران الحمد لله. كنتمنوا ديما يجيو يسيبورطيونا فحال هكا وان شاء الله ما يكون الخير. كما كتشوف نقطه ايجابيه، وكنا طامعين في الرباح، ضيعنا بزاف ديال لي زوكازيون جاونا، وهذا شي حاجه ايجابيه لينا حنايا، فهمتيني، ايجابيه لينا، حيت كما كتشوف بزاف ديال الدراري مشاو هذا العام المغربي الرياضي الفاسي. ولكن واخا تيكون الفريق شويه ناقص من اللعابه، واخا تيبقى له جروب، فاش يكون له جروب تتكون الفرقه مزيانه وغادا لقدام ان شاء الله. جبنا دابا نقيطه، فهمتي، نساو هذا الماتش هذا ونفكروا في الماتش ديال السيمانه الجايه ديال ضد بركان ان شاء الله، باش نحاولوا نجيبوا فيه ثلاثه النقاط من الديار ديالنا ان شاء الله. نقول لهم كنبغي نشكرهم من هذا المنبر هذا، حيتاش فهمتي حيتاش الجماهير المغربيه ديال الفاسي فيما صراحه فيما مشينا كيساندونا كيعاونونا صراحه. هما كما نقول لك 50% فهمتي 50% باش يقدروا يعاونونا، وان شاء الله كنقولوا لهم كنوعدوهم بان الماتش الجاي ان شاء الله نحاولوا نجيبوا ثلاث نقاط من الديار ديالنا ان شاء الله ونفرحوهم ان شاء الله. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.